أنا قلت لك معاني من منطقة من قوات النظام، معاني كثير وخربان وعارف العذاب اللي أكلته بالسجن، يعني عم أهرب إنه مشان ما يوصل النظام لعندي أو مسكني مرة ثانية وبشوف العذاب مرة ثانية. هربنا على منطقة السراغب، رمان الطيران كمان على سكننا بخيم على الاستيراد، استيراد سراغب حلب، ومن غام الطيران ضربنا وقتل 3 أشخاص من غرايبيني. هربنا من منطقة السراغب وهذا الضرب كله يحرقنا، جينا كمان على الطريق كمان ضربنا، شاف الغافل مثل الغافل ماشي، تعرف الهروب والنزوح الجماعي اللي كثير أكثر من 500 سيارة ماشي على الطريق، وطلع أنت شلون قام الضرب وراحت ناس من على الطريق العام على الاستيراد. عم نعاني من قلة البطانيات، قلة الشواذ اللي عم تجي، المي قد ما قلت لك عذاب تعذبنا كثير.